استطاعت الحرفية رفعة سبيعي أن تلفت الانتباه إلى جودة عملها في السدو والخياطة والتصميم، حيث تضمنت إبداعاتها نقوشاً ثمودية استطاعت أن تدخلها في تصميم القطع التراثية والعبايات والدراعات، واللي صممتها من السدو بخبرة في هذا المجال دامت أكثر من 30 عام. في هذه الفقرة مشاهدينا راح نتعرف على المبدعة رفعة، طبعا منورتنا اليوم، يا اهلا وسهلا فيك رفعة سبيعي، نورتينا. يا مرحبا حياكم الله. يا مرحبا، شكرا فيك. اول شيء لحضورك، شكرا لتواجدك اليوم معانا، وانه انت تشاركينا الجمال اللي انت قاعده تبدعين فيه. الله يعطيكم العافيه ومشكورين انتم على الاستضافه، وحياكم الله. وابدا بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا المنبر أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو الأمير محمد بن سلمان الذي أولى الاهتمام بالسدو، وهو طبعا لنا فخر. صحيح. يعني فخر، فلما شوفي لما كنت يعني من سنين وأنا متمسكة في هذه الحرفة، لكن فخرت فعلا واعتزيت لما انتبهنا، يعني شفنا يعني اهتمام من ولي العهد. اهتمام طبعا طبعا، من تراثنا وهويتنا. اي والله، احنا من زمان وما خلينا هذا الشيء، صح، لكن كان محكور، فلما ولي العهد تكلم فيه واعطاه المجال ما شاء الله تبارك الله. نعم. يعني حسس خاصه اهل الحرفه اللي هم يحبون الحرفه، حسسهم فعلا بثقافتهم ووجودهم. صح، ما شاء الله تبارك الله. طيب خلنا يعني بسألك، أنواع السدو يعني اللي أنت تشتغلين فيها أو اللي تحبين أنه أنت تظهرينها أو تتكلمين عنها اليوم؟ أول حاجة نبدأ من الصوف. أول حاجة نبدأ من الصوف الطبيعي. حلو. الصوف الطبيعي طبعا أنتم عارفين أنه من الثروة الحيوانية. يعني من الحلال، يعني زي ما بنقول احنا يعني بسمعنا يعني الحلال، الغنم، المعزة، وبر الإبل، يعني هي من الطبيعة سبحان الله، كانت يعني من البيئة نفسها، البيئة المحيطة بالنائب العرب، خاصة الجزيرة العربية، مو مقتصر على السعودية ولا على الخليج. صحيح. حتى الدول العربية، حتى يعني برا السعودية، فهذا يعني يأخذونه من بيئتهم، فيأخذون الغزل من الحل، نظفونه ويقومون على غزله بنفسهم، يعني ما هو يعني نسويه حنا بنفسنا، يعني من الصوف إلى يكون خيط. جميل. يعني حتى ألوانها طبيعية، ما صبغتوه. الألوان هذه اللي أنا جبتها معي كلها طبيعية عشان تشوفون على الطبيعة. رائع. أي. رائع ألوان. طبعا هذا صناعي ولكنه زين، يعني كنا نستخدمه تالي كان يعني أوفر ونظافة ما يتعبنا، هذا متعب وما تقدر كل مرة يعني تقدر تحافظ عليها أو تجيبه. نعم. عندس يعني مثلا هذه اللوحات سويتها يعني من هذه، تجنن رهيبة. اي بل الصوف الصناعي ولكن سويناها فيها بال رائعة. عندي هناك في الصندوق الثاني اللي هي الطبيعي، وبر ابل وصوف غنم، يعني هذه الانواع، هذا يختلف، في صوف طبيعي وفي صوف صناعي. زي ما قلت لك الاسهل بالشغل الصوف الصناعي هو اللي اسهل بالشغل. اكيد الصوف الصناعي أسهل. طيب رفع خليني اسالك، من وين تعلمت السدو؟ انا خذيته من البيئه، انا كنت في الباديه، عايشه في الباديه مع الوالده الله يعليها رحمه الله، يعني كانت ما شاء الله تبارك الله قايمه بالبيت بالكامل ما شاء الله، يعني والبيئه كلها اللي كنا نعيش فيها، كل البيئه تجينا المراه تلقينها هي اللي مكونه البيت كليا. البيت كامل من يد شغل، كانت المرأة هي المهندس، هي سبحان الله. وكان السدو بعدين ترى السدو لها يعني عدة مراحل، فيها البيت صح، ومثلها الحين العمارة دورين، دور يعني هذا المسمى يعني. صحيح. فكان ما شاء الله تبارك الله من كل ما يكبر العائلة تكبر يكبر البيت. ما شاء الله. في البيت هذا تحطين يعني فوارق بين النساء والرجال، فكل مرحلة مثل الأعياد هذه يصير لها شيء ثاني ولون ثاني ومختلف، شغل يعني دقيق يختلف عن الثاني. مثلا العروس هذا لها شغلها خاص ثاني، يعني يكون يغطى على الغرفة حقتها بأشياء بأشكال، يعني كل مرة وبصمتها في هذا الموضوع. جميل. طبعا أنا بالنسبة للسدوي أمثل فيه نجد والشرقية. الله إيه، يعني هذا هو اللي يعني عندت الشمال لهم فنهم، عندت يعني الدول وكله يسمى سدو.
على حسب هو كله يسمى لا سدو؟ لا هو في سدو. طب اللي جايبتهم معك اليوم بس رفعة، لو هل هذه تمثل يعني منطقة معينة أو عندك حاجة ممكن نبغى نشوف مثلا الفرق بين نعم منطقة ومنطقة؟ نعم في لا يعني منطقة ومنطقة لا أنا كل اللي تكلم عنه هلا أول مرة والله أسمعها هذه المعلومة أن كل منطقة لها نعم نقشة معينة نعم من ناحية السدو يعني بالتحديد من السدو إيه وفيها سدو أنواع، فيها سدو وفيها بكل وفيه طولة العمر سف وفيه شنف، يعني هو ما يعني تخلل اللي هو سدو هو خيط يروح يعني ويرجع صحيح. لكن فيه تبديعات، والحريم يعني إذا كانت المرأة شوفي قبل ما كانت تعلما ولا حصلا على شهايد ولا صحيح. لكن من الطبيعة فكان يرسم لنا الجمل بالسدو، كان يرسم لنا الأشكال الثمودية يعني سبحان الله شوفي ذكائهن، فما تمر عليهن حاجة. كيف تعلموا يعني الأشياء الثمودية من البيئة؟ طب الأشياء الثمودية كيف تعلموها؟ عندهم في الطبيعة أول كانوا يشوفونها في العمران في الجبال ولا شلون يشوفونها في العمران بالجبال صح؟ في الجبال ايه؟ كانت في الجبال يعني ما كانوا هم كان عندهم عمران أول ما كان في ذاك العمران ايه؟ صح فيشوفونها في الجبال فياخذنها مثلا يشوفون الشجر يعني تعرفين الشجر في البادية ما شاء الله ألوان وأشكال فيها العرفج فيها الرمث فيها الخزامة فيها النفل فيها النصي فتلقينها راسمته سبحان الله يعني يبدعين في هذه الأشياء. الغزل طبعا من يد واحدة لوحدة تختلف، أنا حاولت اليوم أجيب كذا يد هذا لونه أنا مرة عجبني مرة. شفتي لونه يجنن طبيعي رائع شفتي شوفي شلون هذا من قلتي من الجمال من الغنم لا من الغنم. الغنم هذا الغنم كل اللي جبت لكم غنم ثلاث كلها غنم بس هذه تفرق بيضة وهذه نقولها شهبة وهذه سود. طيب الشهبة يعني إذا في غنمة مثلا الشهبة ينأخذ منها كل يعني من غنمة واحدة؟ لا وانا مش انا اقولها يا حبيبتي الغنم تجي الاهل الحلال يصير حلالهم واجد يمكن 200 راس يمكن 300 راس صادقه فيجي وقت القصاص احنا نقول لها القصاص او نقول لها الجزاز فيقصون الغزل عنها ايه؟ طبعا المراه تجي تاخذ اللي هو على الظهر لانه زين ونظيف تخلي عنها الاسفل ايه؟ ما تستخدمه ترمي بس تاخذ اللي على الظهر وتروح ايه؟ من اول بعد الغسل كان قليل فكان الطبيعه كانت زينه يعني ما هي في شبوك ولا هي في اكل يعني في كميات فكانت نظيفه فكان يغزلنا مباشر هالحين لا لازم نغسله ولازم نعقمه ولازم طبعا 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 يعني للامانه من اجمل الفنون انا اشوفها الغزل تسمونها ايه الغزل غزل الغزل نبدا فيه بالغزل وانا ودي يعني هذه من الاشياء اللي انا ودي صراحه اتعلمها او حتى يعني شوي بس يعني انت ما شاء الله عليك دمجتي اليوم بين السدو اللي هو تراثنا وثقافتنا وهويتنا اللي اليوم احنا نعتز فيها مع الديكور نعم. مع الازياء اللي حتى البنات الشباب اللي في عمر صغير يحبون فكيف الكامبينيش او كيف انت يعني دمجتي بينهم وكيف طلعت في النهايه كمنتج نهائي هو يا مثل يا حبيبتي تراثنا قديم جديد صحيح. اول كان له اهله كان له اللي هم ينتسبون له ويفتخرون به ويحبونه طبعا. فلما الجيل هذا لازم تراعينهم لازم تمشين مع التطور الأشياء اللي هم يحبونها مع التطور لازم صح. فتحطين منه مثلا قطعة في العباية تجذب وهي حلوة ومحافظة على التراث مثلا تحطينها على الكم مثلا على الجنب عند طولة العمر مثلا صارت الحين على الأشكال مثلا هذه الأشكال بدل ما تحطين الأشياء الجنوبية تحطين السدو فيعني هذه الأمور يعني نواكب به العصر مثلا يا طولة العمر على الملفات ملفات الكتب المدارس والجامعة المدارس ايوه مثلا دروع هدايا الحين يعني لها عليها اقبال يعني احس انه فيها اشياء يبغون هذه وخصوصا احنا يمكن عندنا السياحة فاعتقد يمكن السياح كمان يكونوا مهتمين نعم نعم بقطعة أنا كنت او لوحة او اي شيء انا كنت مع هيئة الحمد لله وما زلت مع هيئة التراث والسياحة ما شاء الله من قبل 20 سنة الى اليوم انضمينا تحت وزارة الثقافة والفنون اللهم لك الحمد فالحمد لله مستمرين وإن شاء الله ماشيين على هالإطار وإن شاء الله منها إن شاء الله لأعلى وأعلى إن شاء الله بإذن الله. طيب خليني أسألك في عندك أفكار تطويرية للسدو؟ نعم نحتاج والله بس إنه ينقصني بعض الأشياء اللي حتى أطور للسدو نحتاج يد عاملة
نحتاج متدربات فاهمات السدو، يعني بعضهم يتدرب بس كذا يمشي، احنا لا نحتاج تحتاجون احد يحب المهنه. ايوه يعني. هي ترجع على حب للشيء، اذا حبيت الشيء خلصتي فيه، واذا يعني وبعد انا اطالب من هنا من هذا المنبر ان المدربه اللي تدرب البنات انها تصدق في التدريب حتى يطلعون البنات بشيء شيء يعني فعلا نحس انه صحيح، اوجدنا التراث اللي هو نبغى نحافظ عليه. رفع معك شيء تقدرين تطبقين لنا على الهواء نشوف؟ عندي اللي هو جايبه للتنول، شفتي؟ وودي كان اني طبقت عليه، ولكن هو معك ولا عندهم يجيبونه؟ والله يمكن عند الشباب هناك. اذا عندكم يا شباب صندوق، هو صندوق ولا وش اللي لا هو طبقه؟ نول صغير. ايه وش النول؟ النول اللي هو نحطه على نحط الخيوط عليه. اي نحط الخيط عليه نبدا نشتغل عليه. النول عده يعني عده اشكال عده تصاميم. فالنول اول كنا ما كان فيه نول، قبل كانت مناسيب ندقها من هنا ومن هنا بالمسامير. مسامير إيه؟ احد يقولها مسامير، احنا نقولها مناسيب او نقولها مراكيب بالعاميه. إيه؟ مراكيب اللي هي ندقها في الارض ونحط عليه عمود اللي هو عمود البيت ونحط عليها الخيوط. فكنا اطفال كنا نعدي بالخيط، لانهم قبل كانوا قبل كان البيت والغطيان والذريان طويله 40 متر 50 الله متر يسوون يعني قطع كبار يعني. ايه لانهم وانا مشكلتي لسه البيت كله قايم على هذه الاشياء. كله قايم على شغل النساء. هذا هو اي هذا النوع. هات يا ابو رائع. انا الصراحه اول مره الصراحه اشوفه. أنا طيب ولا عليك امر يا ابوي، بس دقيقه انا مره مستمتعه. حطني الخضراء اللي هنا اشياء صدق. ايه انتي يعني ما ادري اودي هل انت من الناس اللي ممكن تحسين انك تدخلي مثلا في دوره زي كذا تتعلمين؟ ايش حاطه كثير تحت في الاشياء اللي هي جايبتها مها الصراحه يعني. شوفي هذا بالنسبه لهذه، حتى للماتيريال هذه بالنسبه لهذه شعر السعوديه. الله. وهذه بكل ما هو سدو يعني باليد بس. اي اوكي زي ما تكون تطيب بس انه باليد، لا لها نول يختلف عن النول يختلف. ايه بس محبوكة يعني تحسين حتى قوية. عندك القطعة هذه وبر ايدي روعة. هذه وبر ايدي ألوانها. أنا حاولت إني أجيب منها. هذه تنفع بالشتاء شال ولا ينحط مثلا قطعة على العباية ولا هذه من الغنم يعني بدون صبغ، هذه أسود وهذا الأبيض. كيف يعني صبط؟ يعني في الأبيض تحكمين فيه، تقدرين تلونينه عدة أشكال. تلونينه أخضر أزرق، يعني شفتي الالوان انت تعرفين الالوان يعني ما يحتاج. فتلونينه هنا يا طولة العمر. عندك هذه علبه منديل. الله. هذه تنفع احس الناس اللي ممكن يحبون هذه الاشياء اللي عندهم مخيمات. لا او اللي عندها كرن تراثي او اللي عندها صح بس او لاحظي اللي عندها. لاحظي هنا فيها اشكال رسومات ثموديه رائعة. شفتي؟ طيب رفع خليني اسالك، لما تسوون الرسومات هذه الثمودية هل تعرفون ايش معناتها ولا بس تطبقونها من غير؟ شوفي اذا على حسب لا 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 الحين الحمد لله ما عاد في شيء تخفى علينا. صادق. فبعد يعني الحمد لله يعني بالثقافة والواحد كل ما يقرا شيء او يتعلم شيء او يبحث عن الشيء اللي هو سواه ايش هو. فامهاتنا اول كانوا يسوونه بس ما اعلم هم يعرفون معناه او لا، مع اني متاكده انهم كانوا يعرفون. لأنهم كان حريم ذكيات صح كان يعني ما شاء الله تبارك الله. يعني وش اقول لك يعني لو تكلمني لبكره يعني ما راح يعني طبعا فيه طبعا يعني طبعا يعني هم زي ما تفضلتي قبل شوي عندهم ثقافه عندهم اطلاع عندهم ما هو لدرجه انها يعني يتسابقين في هذه الاشياء يتسابقين. تلقين كل وحده تطلع الافضل صح. كل وحده كل يعني كل ما تاخذين سنه طبعا هو من سنه الى سنه تلقين المراه مجدده فتلقين الشغل اللي هي مجددتها افضل من الثاني. تقريبا كم ياخذ وقت السدو؟ ايه على حسب اذا كان مثل كذا قطع صغيره. لا انا قصدي من اول لما يسوون البيوت وديكورات اول يطولن الحريم. بس ترى يطول معاهم ترى ياخذ 50 عام يعني الذرة ياخذ 50 عام. الرواق اللي هو بين البيت بين الرجال والنساء ياخذ 50 عام الى اكثر. انا عندي هالحين واحد الوحده من عماتي له 71 سنه ما شاء الله تبارك موجود الله. عندي في البيت بس الله. كبير ما ينشال يعني وجاب للاستديو. عندنا الشف حق العروس له يمكن تقريبا 53 سنه. عندي اشياء بعض الاشياء حاولت احافظ عليها. ف
يعطيك العافية. صراحة أنا وها أتوقع مستمتعين جدا جدا، قاعدين نتأمل الأشياء اللي قاعدين نشوفها قدامنا. عندكم قطعتين وشوفوا هذا ولي. ايه هذه ايه سمي هذه حديثة تولي خلصتهم بس طلعتهم حتى ما قصيت الخيط. ألوانها حلوة، حتى اللي معاك ألوانها تجنن. هذا اللي معك كنا جوتشي صح؟ صح. هذا صناعي ولا طبيعي؟ الخيوط رائع، شوفوا صناعي. ايه الصناعي حتى ناعم، الطبيعي أحس شوي في خشونة صح؟ كيف؟ الطبيعي فيه شوي خشونه. خشونه نعم، لو تلمسين تشوفين تحسين واضح واضح. رفعة سباعي يعطيك العافيه وشكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا، اثرتينا صراحه. الله يعطيكم العافيه وانا اشكركم في هذا اللقاء. كذلك لا انسى الشكر لامير الشرقيه، الامير سمو الامير سعود بن نايف والامير احمد بن فهد بن سلمان الله يحفظهم ويرحم، دائما يشجعونا. والامير احمد زارنا في مكاننا في النعيريه واشكرهم من خلال يعني من خلالكم، مع ان معي شهادات شكر بس الوقت ما يمدي وبيكم تشوفونها لكن الوقت عاد ما فيه مجال، ولكن مريتكم يعني ما شاء الله. انا اشتغلت قبلها الحين 20 سنه في مهرجان النعيري. لا قوه باين واضح. متطوعه الحمد لله لاني انا احب وطني واحب اخدم في وطني. اكيد. فانا اشكركم جميعا الله يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. مشاهدينا اكيد احنا مستمرين معاكم ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل ماضي الزوج بين الرفض والقبول.